حاول مجهول مساء الاثنين التسلل إلى بيت الكتائب في الأشرفية قبل أن يفاجأ بأحد رجال الأمن الملاجين حراسة المبنى فاشتبك معه ولاذ بالفرار. لقد حضرت إلى المكان عناصر من شعبة المعلومات وطوق المكان. طلب قاضي التحقيق العسكري عماد الزين عقوبة الإعدام لمقدم في الجيش اللبناني فار من الخدمة في العام 2009 يدعى ضاد جيم. تبين أنه كان يتواصل مع إسرائيل ويلتقي عملائها في العامين 2005 و2006. وأصدر القاضي الزين مذكرة توقيف غيابية في حقه ومذكرة إلقاء قبض وإحالته أمام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة. عثر صباحا قرب حسينية الكرك زحل على سيارتين محروقتين، الأولى من نوع تويوتا يملكها علي محمد الحاج حسن، والثانية من نوع شيروكي تملكها نوال قاسم الحاوي، ولم تعرف أسباب الحريق. وعلى الفور توجهت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقا في الحادث.